هنا قلت أن هذا الحوار الوطني لن ينجح بالطرق اللي هم يتخيلوها، قد ينجح لكن بطرق أخرى وبخريطة طريق أخرى وبجدول زمنية أخرى. لا تشتغلوا في العجلة من أمركم يا ودي، كلهم مستعجلين، كلهم مرتجلين، كلهم تجريبيين. هذا هو اللي وقع في تونس كلهم، لأنه لا أحد يملك استراتيجية الحكم. حتى من يدعي أن حكم تونس هو حكم تونس في سنوات أخرى، حكم تونس في سنوات 70 و80، ليست تونس. تونس الآن هي تونس أخرى، ديموغرافيا وأحلام وأفكار وحدود وتجارة وناس واقتصاد، تونس أخرى واقتصاد واتصالات. تونس أخرى لا علاقة لها بتونس السبعينات والثمانينات، أنه بالتليفون تحكم تونس لم يعد هذا التليفون. لكن مع ذلك استمر التليفون اليوم، هو مستمر التليفون، لكن هم يتخيلوا يحبوا يرجعونا لعهد التليفون وعهد التعليمات وكذا، ويحبوا يرجعونا لك العهد البسيط أنه كل شيء يحلو البابا، كل شيء يحلو المعلم، كل شيء يحل اللي ما يحلوش المعلم تحلو المعلمة. هم يحبوا هكا، وهذا لن يعود، وهذا لن يعود حتى لو البوليس قام بانقلاب. والبوليس السياسي مش لا أقول بوليس سياسي، البوليس بشكل عام حرب البوليس معروفة في العالم كله، والبوليس اليوم في تونس راه يسعى للعودة ويسعى للاستقواء، استرجاع مواقع القديمة. يا سيدي أنا كراجل سياسي وأنت كراجل سياسي، كل شيء علي أن أتوقعه، كل شيء توقعه يا أخي. مؤسسة أمنية ثم أمن، هو ما هو سياسة؟ الأمن هو سياسة والسياسة هي أمن.